الحقيقة معهد أمراض نباتات الحقيقة في الفترة الأخيرة دي قام بدور كبير جدا في التصدي ل يعني أمراض كتيرة وهجمات كتيرة من المسببات المرضية، يعني بقيادة الدكتور أشرف سعيد، يعني في اتفاقية معايا ومع معهد الإرشاد ومعهد الوقاية، عاملين حاجة اسمها المدارس الحقلية، بيطلع فيها جميع الباحثين تقريبا، وهم عندهم حب ان هم يشاركوا في المدارس الحقلية دي في جميع محافظات مصر، يعني من أسوان، سوهاج، المنيا، تلاقي ناس نازلة بنها، الغربية، طنطا، كل المحافظات غطيناها بجد في الفترة اللي فاتت دي تغطية كاملة، ومن جميع التخصصات، مش بس معهد الأمراض أو معهد الوقاية، وكمان بساتين بينزلوا ناس يدوا معلومات مفيدة جدا للمزارعين وللفلاحين، بتفيدهم طبعا، وبنحاول نسمع اسئلتهم، ولو في اعراض جديده ظهرت او كده بيقولوها لنا، واحنا بدورنا كمعهد امراض نبات برضو وقسم امراض الخضر بالتحديد اللي انا يعني اتشرف ان انا فرد من افراده، علينا دور كبير ان احنا بننزل نعمل يعني مرور على زراعات الخضر بالكامل. احنا عندنا حوالي اكتر من 40 محصول تحت مظلة قسم امراض الخضر، بنعمل نزول ومرور دايما للزراعات دي، بنجيب عينات، بنعزل، لو ظهر عندنا مسببات جديدة بنحاول نعرفها، وبتبقى موجودة في الخريطة المرضية للمحصول دوت مثلا، وبنزل بيها ابحاث طبعا بتفيدنا في شغلنا، وبتفيد المزارع ان احنا بنقوله على العلاج اللي ممكن نوصله. جميل. هنا احنا عندنا انواع متعددة من الامراض اللي بتصيب النباتات، بين امراض بكتيرية، امراض فطرية، فيروسية، وايضا بعض الامراض الحشرية. هل ده بيفرق مع، قبل ما نتكلم عن انواعها ونتكلم عن يعني التصدي والمكافحة لكل نوع فيهم، هل ده بيفرق معرفته للمزارع؟ طبعا، لان يعني مكافحه الامراض الفطريه بشكل والفيروسيه بشكل والبكتيريه طبعا ليها شكل تاني خالص، الحشريه ليها برضو شكل، فان هو يعرف شكل العرض ويميزه دي حاجه كويسه جدا. وبعدين المزارع دلوقتي بقى فعلا شاطر جدا، بيحاول يقرا، بيحاول يجيب، حتى لو هو يعني مش متعلم بيحاول يسأل وشاطر، ويحب يهتم، لو مهتم بزرعه او زراعته بيبقى بيحاول يجيب كل معلومه، سواء انترنت، سواء يسأل حد، يستشير حد من الناس اللي بتنزل مننا. فطبعا مهم جدا لما يتعرف على ده نص الطريق زي ما بيقولوا، يعني احنا لما حتى في التعرف على العرض عندنا كبني ادمين، يعني البشري، الطب البشري، تعرفت على المرض ده نص العلاج. صحيح. بعرف العلاج وهعالجه ببساطة جدا، لان العرض موجود، عارفين اسم المرض، هنجيب من وزارة الزراعة التوصيات، مثلا المبيدات الفلانية والفلانية والفلانية موجودة ومتاحة في كل المواقع. في حاجة كمان احب اقولها، ان يعني بجد وزارة الزراعة مش سايبة المزارعين، بيفكروا فيهم على طول، ان هم دلوقتي في برنامج بيتم يعني هما مشوا فيه تقريبا سنة، وإن شاء الله في مرحلة التطبيق، طبقوه على أكثر من 4 محاصيل، منها القمح، منها الأرز، اسمه الزراعة الذكية. أنت برنامج هينزله طبعا كل الفلاحين والمزارعين والشعب المصري كله ماشي معاه تليفونات وأحدث أنواع، برنامج بينزل في كل صور الأعراض بتاعة المرض، أي مرض بقى، القمح بجميع أمراضه، الأرز بجميع أمراضه، الطماطم، وهكذا. أنت صورت لي العرض وبعت للبرنامج، في يعني أبليكيشن كده بيتطبق وبيبعت له الصورة في ثواني، بعد تقريبا 5 ثواني هم يعني بيكون اترد عليه العلاج الفلاني، علشان موضوع برضو التغيرات اللي هي السريعة دي، الفلاح بيبقى عايز الاجابه دلوقتي، لو استنيت عليه يومين او لسه هيبعت عينه ومش عارف ايه، المحصول اتدمر طبعا. فدي من الحاجات اللي بيفكروا فيها، وفعلا دي انا يعني مبسوطه منها جدا،
والبرنامج ده يعني اتمنى ان شاء الله لما ينزل كل الفلاحين ينزلوه وكل المزارعين وكل الشركات الاستثماريه، لان دي هيوفر عليهم كتير جدا من ان هو بدل ما مثلا المرض يبقى تمكن من المحصول ومن الانتاج بتاعي خلاص هيتدمر، لا انا هلحق بسرعه من اول زور اول بصره اول بقعه اول عرض زبون.